بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قادم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. صل على محمد وآل محمد. خلصنا من النار يا رب يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخاطئات يا موتي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخافيات يا دافع الباليات يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين. يا من له العزة والجمال، يا من له قدرة والكمال، يا من له ملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا من منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المهال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقذ كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأراضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مزي العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسرى. يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الأعلاء والنعماء. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامي يا جامي يا شافي يا واسع يا موسي يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل مأيوب يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. صل على محمد وآل محمد. خلصنا من النار يا رب. يا عدة عند شدتي، يا رجاء عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند قربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غناء عند افتقاري،
يا ملجأ عند اضطراري، يا معين عند مفزعي، يا علم الغيوب، يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل، يا دليل المتخيرين، يا غياث المستغيثين، يا صارخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راهم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران، يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملكن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا مؤلن يا مقسم، يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أعطى بكل شيء علمه، يا من لا يزهد مثله، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الدم، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الهب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا ألي يا وفي يا غني يا ملي يا هفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي، يا من أظهر الجميل، يا من ستر الكبير، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى،
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيئة، يا بادئ السماوات، يا جاهل الظلمات، يا راهم العبرات، يا مكيل الأثرات، يا ساتر الأوراد، يا مهيئ الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماهي السيئات، يا شديد الناكمات. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر، يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الهل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام، يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافين، يا أكرم الأكرمين، يا إماد من لا إماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا هرز من لا هرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا عاصم يا قائم يا دائم، يا رحيم يا سالم، يا حكيم يا عليم، يا قاسم يا قبيض يا بسيط، يا عاصم من استعصمه، يا راهم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صارخ من استصرخه، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب، يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا مالكا لا يزول، يا باكيا لا يفنى، يا عليما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يدوف. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا أحد يا واحد يا شاهد، يا مجيد يا حامد يا راشد، يا باعث يا وارث، يا ضار يا نافي، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا كارم الصف، يا عظيم المن، يا كاثر الخير، يا قادم الفضل، يا دائم اللطف، يا لاطف الصن، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق، يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب،
يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا علي يا بقي، يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إليه، يا من كل شيء خائف من، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا غافر يا ساتر يا قادر، يا قاهر يا فاتر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر، يا ناظر يا نصير، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب. يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الأفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من بالميزان قضاه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار قابوه، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من بيستأنس المريدون، يا من بيفتخر المحبون، يا من في عفو يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن المكينون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا حبيب يا طبيب يا قريب، يا رقيب يا حسيب يا محيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير، يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا من أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرفع من كل رؤوف، يا غالبا غير مغلوب،
يا صانعاً غير مصنوع، يا خالقاً غير مخلوق، يا مالكاً غير مملوك، يا ظاهراً غير مجهول، يا رافعاً غير مرفوع، يا حافظاً غير محفوظ، يا ناصراً غير منصور، يا شاهداً غير غائب، يا قريباً غير بعيد، يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نورا كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، يا من أعطاه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حول، يا من فضله أميم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مدلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل، يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب، يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير، يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المكلين، يا راجع المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا نصيرنا يا حفيظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا، يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنات والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الهبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصهار والغفار، يا رب البرار والبهار، يا رب الليل والنهار، يا رب العلان والإصرار، يا من نفذ بكل شيء أمره، يا من لك بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لتوفي العباد نعمه، يا من لتبلغ الخلائق شكره، يا من لتدرك الأفهام جلاله، يا من لتنال أوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لترد العباد قضاؤه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا طاعة إلا طاعوه، يا من له مثل الأعلى، يا من له صفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنات المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى،
اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا صبوه يا قدوس، يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راهم من لا راهم له، يا صاحب من لا صاحب له، يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالي من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استقوى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا خالق يا رازق يا ناتك يا صادق يا فالك يا فارق يا فاتك يا راتك يا سابق يا سميك، يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الذل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والعمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك الهوائج السائلين، يا من يقبل أدرة التائبين، يا من يصلح عمل المفسدين، يا من يضيع أجر المحسنين، يا من يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجود، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بادئ السماء، يا حسن البلاء، يا جامل الثناء، يا قادم السناء، يا كاثر الوفاء، يا شريف الجزاء. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبر يا بر يا مختار يا فتاح يا نفاه يا مرتاح، يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من أصامني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من عزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من أنسني وأواني، يا من أماتني وأحياني، يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل الطوبة عن عباده، يا من يهل بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله،
يا من لا معقب لحكمه، يا من لا رد لقضائه، يا من انقضى كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير، يا حي قبل كل حي، يا حي بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يهتج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حي لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب، يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يخفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلاء لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نوت لا تغير، يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجئين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا شفيق يا رفيق يا حفيد، يا محيط يا مقيت يا مقيت، يا معز يا مذل، يا مبدع يا معيد، يا من وعد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاد بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عزل، يا من هو موصوف بلا شبيه، يا من ذكر شرف للذاكرين، يا من شكر فوز للشاكرين، يا من حمد عز للحامدين، يا من طاعة نجاة للمتقين، يا من باب مفتوح للطالبين، يا من سبيل واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزق أموم للطاعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى الآلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه، اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا معين يا أمين يا مبين، يا متين يا مكين، يا رشيد يا حميد، يا مجيد يا شديد يا شهيد،
يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد، يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نذير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راهم الشيخ الكبير، يا جابر العدم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو ببالي خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق الله والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البعث والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا فاعل يا جائل يا قابل يا كامل، يا فاصل يا واصل، يا عادل يا غالب، يا طالب يا وهيب، يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه، يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء الماء، يا من أحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد، يا خير معروف أُرِف، يا أفضل معبود أُبِد، يا جل مشكور شكر، يا عز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حُمِد، يا أقدم موجود طُلِب، يا أرفع موصوف وُصِف، يا أكبر مقصود قُصِد، يا أكرم مسؤول سُئِل، يا أشرف محبوب عُلِيم، يا حبيب الباقين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مبزأ الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا عالم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، يا من على فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر،
يا من أوصي فغفر، يا من لا تهويه الفكار، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا حافظ يا بارئ يا داري، يا بادخ يا فارد يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا أمير يا نهي، يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصف السوء إلا هو، يا من لا يهلك الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم نعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب. يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا ظاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأذكياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا مكرم يا مدعم يا منعم، يا مؤتي يا مغني يا مغني، يا مفني يا محيي، يا مرضي يا منجي، يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومالكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابل كل شيء وباسطه، يا مبدع كل شيء ومعيده، يا منشئ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا مهي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه، يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داعي ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب، يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أعطاه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن أصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا مسبب يا مرقب يا مقلب، يا مؤكب يا مرتب، يا مخوف يا مهذر، يا مذكر يا مسخر يا مغير، يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من نطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قادم، يا من فضله أميم، يا من عرشه عظيم، يا من لا يشغل سمع عن سمع،
يا من لا يمنع فعل عن فعل، يا من لا يلهي قول عن قول، يا من لا يقلد سؤال عن سؤال، يا من لا يهجو شيء عن شيء، يا من لا يبرم الحاه الملحين، يا من هو قيادة مراد المريدين، يا من هو منتهى امام العارفين، يا من هو منتهى طلاب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين، يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهبا لا يمل، يا غاهرا لا يقلب، يا عظيما لا يصاب، يا عدلا لا يهف، يا غانيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يسجر، يا حفيظا لا يغفل، سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، صل على محمد وآل محمد، خلصنا من النار يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.